على الأرض. تحدد سنة 2007 يعني أنا مسؤول مصاري الشرطة القضائية هذه الخلايا استقبال، تعطت الأولوية للعنصر النسبي لترقص هذه الخلايا، على الأقل تضم مشكلتها عنصرا نسبيا، لأن المرأة أقدر على التفاعل مع معاناة الضحية والإصغاء إليها. أيضا عندنا المخاطر الوحيد على مستوى دوائر الشرطة، تحدد تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى دوائر الشرطة، وأيضا تكريس لسياسة الفرد. بالنسبة للخلايا استقبال النساء المؤنثات، كانت من المهام ديالها استقبال النساء ضحايا العنف لدى مصالح الشرطة من طرف المكلفة بالخلية، إما مباشرة أو تقديم النيابة العامة. كانت هناك مباشرة الإلحاح بالسرعة والفورية اللازمتين لضمان الحماية الضروري للمرأة ضحية العنف، وكذا لضمان جودة الإلحاح والتحريات مع إشهار ممثل النيابة العامة للتوصل لتهديداته. كانت مرافقة الضحية ما أمكن إلى المصالح الطبية المختصة إجراء فحوصات إنجاز طبية تثبت حالتها الصحية وتحدد القدرة، وأيضا استماع للشهود ومواجهة الضحية بصراحاته ومشاهدته. ثم في الأخير كانت هناك بإنجاز مسطرة في الموضوع وتقييم الطرف المعتدي للعدالة. أشكال العنف كانت تمارسها بالخلية منها إنجاز نفسي جنسي اقتصادي. مهام التنسيق كانت بالحضور في أشغال لجان جهوية رصيد محاكم الاستئناف وتمثيلية المديرية العامة للأمن الوطني في أشغال لجان المحلية رصيد محاكم الابتدائية، وأيضا المشاركة في الموائد المستدامة. هنا شهدنا المرحلة الانتقالية بعد صدور القانون 103/13 اللي حدد بأن فاعلين العنف واللي أنه جاب واحد المستجدات تتهم أحكام القانون الجنائي والقانون الإصرار الجنائي، عدلات الموجبين نصوص وضاف نصوص أخرى ما كانتش مشمولة بالتجريم، فيما تم تجنيب العقوبة بعضها الآخر. تحددنا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المحاكم الإمتدادية، محاكم الإستئناف، وكذا بالمصالح المركزية واللا ممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدار المنامية. وبالتالي تمت مأسسة خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على صعيد المحاكم، وكذا تلك المخصصة لاستقبال النساء بالمصالح الأمنية. هنا كيفاش تساعدت المديرية العامة للأمن الوطني مع هذا القانون؟ بالنسبة للتمثيل الأمثل لمقتضياته وخاصة المادة 10 من القانون 103/13 يقتضي وجوب إعادة النظر في مهام الخلايا المدعوة، خاصة اتجاه المهام ديالها مع مقتضيات الجريمة. من أجل ذلك تم القيام بمجموعة من الاستشارات مع رؤساء مصالح الشرطة القضائية خلايا استقبال نساء ضحايا العنف، وبالإضافة إلى مسؤولين عن مديرية الأمن العمومي، وكان الاطلاع كذلك على التجارب الدولية في هذا المجال، وذلك في إطار التعاون الدولي. كانت صعوبة استحالة معالجة كل القضايا التي تكون فيها المرأة المشتكية فيها امرأة من طرف الخلية المحدثة، خاصة أن القانون 103/13 درجنا جميع أنواع العنف. إذا تحسن نشاط خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في مهام إدارية. عندنا الإشراف القانوني لعمل الخلايا، كتشرف عليه النيابة العامة على مهام البحث الهيدي وتصريح الضمان حد أقصى من الفعالية في أداء الضمان القضائية لمهامها عند معالجة قضايا اعتداءات التي تطال في الأرض المستهدفة بالتكفل. كيبلغوا ضباط الشرطة القضائية النيابة العامة بكل حالة في عنف الاعتداءات لتطال النساء على وجه السرعة من أجل تمكين النائب المكلف بمهام الخلية من تقدير الإجراءات الاستعجالية الممكن اتخاذها خارج إجراءات البحث التي تباشرها مصالح الضمان القضائية عادة كالتطبيب والعلاج والإيواء. إذا هنا هذه المرحلة الانتقالية في إطار المادة 10 من القانون اللي حددت لنا المهام في الاستقبال، استماع، دعم وتوجيه المرافقة لفائدة النساء ضحايا العنف. الاستقبال يفترض توفير فضاء خاص ومناسب للنساء وفيدات المصالح الأمنية باش يسجل شكايتهن. هذا الاستقبال يعني كتحكم واحد القواعد والضوابط اللي كان نعملوا على إدمان المقاربة النفسية أولاً. عندنا الاستماع يقتضي الإنصات الجيد لكل ما يتلقاه ضابط الشرطة القضائية من إفادات، يعني مابقاش الاستماعات، يعني مابقاش المحاضر. الدعم يتجلى من خلال تجنب تحسيس الضحية أنها كانت سبباً في العنف الذي لحقها، وذلك عن طريق التزام الحياد وتجنب احكام قطع القيمه. فالتوجيه ايضا يتم عن طريق ارشاد لمجلس منفعه عامه او مركز ايواء بالتنسيق مع النيابه العامه او محور مصالح الطبيه.
الله.